ياسر، انا بسالك لانه احنا نشوف وانت تشوف يمكن خلال السنتين الاخيره كان في كثير ترويج للمحاكم الامريكيه وعدل المحاكم الامريكيه، قاضي الرحمه، والتسامح، قاضي الرحمه اللي موجود، ها، وقاضي الرحمه وقاضي غيره وقاضي، نعم، قد يكون يعني لكل قاعده شواذ، لكن نعم. انا اتكلم بشكل عام، صحيح. هل بالفعل هذا واقع اللي يشوفه ولا لا الصوره مختلفه؟ طال عمرك انا عشت هناك 23 سنه، 10 سنوات في جامعاتها ومدنها و13 سنه في سجونها. هذه كانت من الاستثناءات ولكن عملوا منها القاعده، يعني التلفزيون الامريكي والاعلام الامريكي ياخذ الاستثناءات الرحيمه في الولايات المتحده الامريكيه ويمجدها مرارا وتكرارا ويعمل منها ان هذه هي العاده. وهذا دريم اوف لاند اللي وهذا شكلها ما هي العاده نهائيا. اكثر من الثلثين في سجون امريكا واللي يبلغ عددهم 3 مليون نسمه دخلوا السجن مش لانهم مذنبين، دخلوا السجن لان المدعي العام هددهم، اما تقبل بالصفقه اللي بيعطيك اياها خذ 5 سنوات. 3 مليون؟ 3 مليون عدد المساجين في الولايات، 10 مليون اذا تبي تحسب تحت المراقبه، 15 مليون اذا تبي تحسب بالسجن وتحت المراقبه والسجن المركزي السجن المنزلي. هناك 15 مليون انسان مقيد ومكبل بطريقه او اخرى في الولايات المتحده الامريكيه. ثلثين منهم بل اكثر دخلوا السجن مش لانهم مذنبين بل لان المدعي العام، وهذه على فكره احصائيات وزاره العدل الامريكيه مش ياسر البحري قاعد يالف عليك. اكثر من الثلثين، النسبه تقول تقريبا 80%، دخلوا السجن لان قبلوا بالصفقه بعد تهديد المدعي العام لهم. يعني حبيبي ترى احنا ماسكين عليك شيء، خذ 5 سنوات وابلع العافيه، ولا ترى والله ان خسرت القضيه بنوديك ورا الشمس 30 سنه.